إقامتها على ألمانيا منذ 16 عاماً. أنجيلا ميركل جيل كامل عرفها كمستشارة. هذا هو الحال بالنسبة لإيميل وينسل، حصل على البكالوريوس قبل أشهر، في سن 14 انضم إلى الحزب الديمقراطي المسيحي. بالنسبة لي، ميركل تمثل الاستمرارية والاستقرار، انتقلت من أزمة إلى أخرى دون عوائق. مقتنع بأن المعسكر الديمقراطي المسيحي مستعد لقيادة الحكومة الجديدة بدونها. أرمين لاشيت رجل قادر على قيادة ألمانيا في الاتجاه الصحيح. إنه مرشح جيد لمنصب المستشار، عمل جيدا في ولاية شمال الراين وستفاليا، له خبرة، لذلك أقول لنفسي إنه سيقوم بأشياء مفيدة للحكومة الفيدرالية. 3 ملايين شاب تقريبا سيصوتون في الانتخابات التشريعية لأول مرة، جيل يتقبل التغيير والتجديد في الحياة السياسية وفقا لمستطلعي الرأي. اعتمادا على النتائج، قد تصل شخصية مختلفة جذريا إلى منصب المستشار، وسيكون ذلك مفاجئا خاصة لمن لم يعرف سوى ميركل. وتراجعت بوضوح نسبة التأييد للمعسكر المحافظ الاتحاد الديمقراطي المسيحي وحليفه البافاري الاتحاد الاجتماعي المسيحي أمام حزب الخضر وحتى الليبراليين. كانت هناك مشاكل كبيرة في السنوات الأخيرة فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية. من الواضح أن الحكومات الأخيرة كانت مترددة في العمل من أجل المناخ. نريد مستقبلاً مستداماً للشباب ومعاشات مستقرة لأجدادنا أيضاً. ينتظر طالب الفلسفة هذا من الحكومة الجديدة تنفيذ سياسات تراعي جميع الأجيال. أما بالنسبة لتفويضات ميركل فإنها ستصبح شيئاً من الماضي حتى لو بقيت بعض الكلمات والأحداث في ذاكرة الناخبين الشباب. قالت الإنترنت مجال جديد، هذا اقتباس أتذكره. إننا نشأنا معه. عندما صرخ اللاجئون شكراً لك ميركل، شكراً لأمي، هذا هو أول شيء أفكر فيه. إنه دور الأم الودود الذي أراه فيها أولاً. في عام 2015 قالت سنتمكن. أثرت بهم بطريقة شعرية، اليوم سيختارون الذي سيأتي بعدها. 60 مليون دولار. تمت دعوة 60 مليون ألماني للتصويت في هذه الانتخابات التشريعية. أكثر من ثلثيهم تجاوزوا 40. ألمانيا بلد متقدم في السن، له وزن في صناديق الاقتراع. مع ذلك، في هذه الحملة الانتخابية الضيقة يمكن للناخبين الشباب تزويد المرشحين بآخر الأصوات التي يحتاجونها للوصول إلى المستشارية.